يسعد مساكم، أخبار محلية وعالمية تقنية رح نقدم لكم إياها ضمن حكيتك لليوم. HTC بتنشر صور لهاتفها المرتقب الـ1M10. نشرت شركة HTC تايوانية صورة تشويقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومع الصورة كتبت HTC هاشتاغ #PowerOf10. تظهر الصورة اللي نشرتها HTC على تويتر حواف الهاتف الذكي المرتقب، واللي بتظهر إنه ممكن يكون مصنوع من المعدن. وما حددت الشركة موعد للإعلان عن الهاتف 1M10، ولكن موقع برتغالي يعرف بتسريباته الدقيقة المتعلقة بـ HTC كان نقل في وقت سابق إنه ذلك سيكون يوم 11 أبريل القادم. أما فيما يتعلق بمواصفات الهاتف المرتقب، فبتقول التسريبات إنه رح يكون له نفس تصميم الهاتف 1A9، ورح يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 5.1 بوصة وبدقة 2560 ب1440 بيكسل. وبتقول التسريبات كمان إنه رح يضم معالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 820 أو معالج من إنتاج شركة ميديا تك، ورح يضم ذاكرة وصول عشوائي رام قدرها 4 جيجا بايت. ويتوقع أنه يقدم HTC 1M10 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل مع تقنية ألترا بيكسل ومثبت صورة بصري OIS وتقنية تركيز تلقائي بالليزر. وعلى صعيد الهواتف الذكية، كشفت شركة HTC في إطار مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2016 في مدينة برشلونة الإسبانية عن 3 هواتف ذكية، هي ديزاير 825، ديزاير 630 وديزاير 530. روبوت بيكوي الملابس بدقة بتفوق دقة الإنسان. صمم باحثون بجامعة كولومبيا روبوت ذكي قادر على كي الملابس بسرعة ومهارة وبدقة بتفوق الإنسان. وبيعتمد الروبوت اللي أطلق عليه الباحثون اسم Dynamic Ironing أو الكي الديناميكي على مجموعة مستشعرات حركة مثل كينكت الخاص بأجهزة المايكروسوفت اكس بوكس 1، بالإضافة إلى خوارزميات تحليل للتجاعيد الموجودة في الملابس وتحديدها وكيها بدقة بتختلف عن الطريقة العشوائية اللي بيتبعها الإنسان عند الكي. ويبدأ الروبوت في عملية الكي اعتماداً على خريطة شاملة لقطعة الملابس المراد كيها بواسطة زوجين من الماسحات الخاصة لعمل مسح شامل للقطعة وعدد التجاعيد الموجودة فيها كي يبدأ في الكي. وبأخبار الألعاب لليوم رح نحكي لكم عن مغامرة البحرية The Flame in the Flood. أصدر الاستوديو المستقل The Molasses Flood عرض تشويقي لإطلاق لعبة المغامرات والبقاء The Flame in the Flood. في اللعبة بيكون عليك إنك تبحر عبر نهر في قارب صغير مع كلبك متجاوز جميع العقبات اللي رح تواجهك. كما سيكون على اللاعب أن ينتبه إلى الكلب اللي رح يرافقه، ففي حال مات الكلب لن يستطيع اللاعب أن يستعمله مجدداً على الإطلاق. ويذكر إنه فريق عمل اللعبة بيتكون من مطورين سابقين لألعاب بايوشوك وهيلو وروك باند 2. لعبة The Flame in the Flood أصبحت متاحة للشراء على PC والأكس بوكس 1. ومننتقل للأخبار المحلية ولفلسطين لنحكي لكم عن مؤسسة الريادي العربي. الريادي العربي عربي نور مؤسسة أطلقتها الأستاذة رانيا غوش الجابر. مؤسسة الريادي العربي أطلقوا التدريب الثاني خلال عام بحضور 51 من رواد الأعمال بنسبة 30 منهم رياديات أعمال، حيث نظم الريادي العربي هذا التدريب والذي عقد بالشراكة مع مؤسسة سبارك للتدريب والاستشارات وبتمويل من الحكومة الكندية وبالشراكة مع بنك القدس وشبكة معا الإخبارية. فقد شمل المجالات الأساسية لبناء الشركات الناشئة مثل التمويل والتسويق وبناء خطة العمل ومهارات عرض الأعمال على المستثمرين بهدف تأمين التمويل. وأتيحت الفرصة لرواد الأعمال لعرض ما استفادوه واستقبال التغذية الراجعة. تم استثمار $90,000 العام الماضي في 4 شركات ناشئة من خريجي المخيم التدريبي. وهلأ رح ننتقل لتطبيق مصري لتأجير السيارات واسمه أسطى. شركة أسطى شركة ناشئة مصرية.
مقرها بالجريك كامبس بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة. أعلنت عن التطبيق أسطى اللي بيفتح الباب لتسجيل شركات إيجار السيارات والليموزين في القاهرة الكبرى، وذلك لتزويد الشركة بسيارات حديثة ومكيفة بسائقين على غرار أوبر وكريم. وهلأ رح ننتقل لبيج ونروح ونحكي مع محمد كمال ليعطينا تفاصيل عن بلاي عربي. ألعابنا بشكل عام يعني متعددة الأنواع، في عنا ألعاب السوشيال جيمز، ألعاب التريفيا جيمز بسموها، وألعاب الأسئلة والأجوبة. في شكل أو بآخر في عنا يعني عدة أنواع بنحاول نستقطبها، سواء عن طريق بعض الديفلوبرز الغربيين، بعض الشركات الناجحة في الغرب، نحاول نستقطبهم ونحاول ناخذ العابهم هاي ونعربها بحيث تكون مناسبه للوطن العربي والمواطن العربي. الالعاب اللي بنحاول ناخذها من شركات اخرى هي العاب تكون ناجحه في مجالها، ولكن احنا بنحاول ناخذها ونعربها باسلوبنا الخاص. هذا الاسلوب يحاول انه ما ياخذ الجيمات اللي هناك، او بشكل او باخر باخذ هذه الجيمات وبحاول انه يخليها مناسبه للكلتشر والثقافه العربيه. العابنا منتشره على الاي او اس والاندرويد بشكل حالي. في عندنا بعض، اطلقنا بعض الجيمات، واخر جيم اطلقناها هي لعبه هايدي. لعبه هايدي حققت نجاح مبهر على الاي او اس حاليا، وحققنا اكثر من 250 الف داونلود للعبه هايدي، وكلنا بنتذكر لعبه هايدي اللي كنا نحضرها واحنا صغار. بدعو الجميع انهم يجربوا هاي الالعاب بالذات على البلاي ستور او على الاي او اس، وهي متواجده حاليا في اكثر من 8 جيمات موجوده على البلاي ستور. هذه الجيمات يعني ممتعة ومسلية، وبنشجع جميع الفئات العمرية انهم يجربوها وينزلوها، وانا متأكد رح تستمتعوا في هذه الجيمات. وبهيك بنكون وصلنا لختام حلقة حكيتك لليوم. المزيد من الأخبار التكنولوجية رح نحكي لكم اياها، ولكن الأسبوع المقبل. مع السلامة.